اخرى اللي كان يعني كيستاج يعني يان منهم بناء اللي كان الديرور تاع حقنا الاخوان رياضني راه غير اللي هما نفس السي مصطفى بوبلزيم حتى انت اجا يان صغير بدادنا اللي يتسهر فماسكتين الخيرات اللي كان بين مول ايزولان شباب ايزولان اللي نياتك حتى انت باش الحفل الفني ان شاء الله اي شحنه محله ان شاء الله هاتي البوادر النجاح هاتي باينت الحمد لله الا النظام الا التجاوب بارا راه غير ويسكراد اللي تيام سي حسن الهرواش صرف تجربه غمسكتين بالمون ازولان كتراث محلي ثقافي ما منيش استفيد اي كسي سعيد انه يعني تمارس الخيرات عن قناعه يعني عن حب لهذا الفن الاصيل السي سعيد ما صعوبات تفهم غير الاول ما مسكون من الفرقه انه باش داروني لي الصيطه ديال الاحترام صغير الجمهور الكريم انا زرتك تداري تشكيل جميع الاحياء السي سعيد لما لا حتى خارج ايميتال ارد تحضر اليوم تفرج السي سعيد ما هو سر النجاح تنميرت ضد عزيزه كيحضر في وسكسيات بداية السلام عليكم اي دارنا غزول فلا ونزول ديك كان الكلور اكل كل اللي حضر فيه غير غزولة مغارين اربع رمسني مير يعني كل ما تغيتي حاضر الحضور يعني هي الدور انه ديتنا شركة غمس كاتيني ميز غصد فد اني وري سا يعني سا سوسكسي سي عزيز نعم يعني بدايات اي تصوتي يعني ف تجربة يعني داخل يعني التراث اللامادي بين موني زوران ربما سي عزيز كي يعني تحقق مجموعة بين موني شباب زوران يعني منذ التأسيس سنة 2008 يعني بمعية يعني بعض الأصدقاء كمصطفى بوبلزيم سمير تسبالي عزيز بن بالي يعني إلى ما ذلك من الشباب يعني ياتو بروموسيون تجربة من خلال بين موني زوران يعني يغزو لي نيت الا الغلج دامون كيما نسمو في نفس الوقت كامل المشاركين يعني في المناسبة غتحيي بحرارة يا السيد يعود له الفضل بعد الله تيجان عمر بن مبارك عمر تشخرت لأنه امتني يعني سبب يعني أي لك ثلاث تظاهرات مسكتين بين موني مسكتين من زوران بغيت لي كلو تسن ديال الموني زوراني هي النموذج غير اللي تالوت يعني اللي حافظ في الخصوصيه المحليه الطابع التقليدي ربما نكون هنا جديد تجديد وانما تجديد درت لي التمسك التشبث الهويه الامازيغيه ديال الموني زوران غير اللي يسن يعني اللي يسن العامه انه درت قاعده جماهيريه يعني تنقر وبنسني ميتالوت يعني على غير الفرق الاخرى يعني تحيه بالمون سيتي علي مسحاق تحيه طازرو تحيه فلانتلا تحيه قصد دار ان شاء الله على امل الثنائي اللي فرق يلا الاحياء يلا المهم هذا يتكبد سي عزيز ادخل يعني تيزي مغازرين متوكلين وتحيه تمير يعني حتى هي ديال زغماسكاتين الرواد يعني اللي تسلم المشعل على جلسنا السي سعيد الشامخ زغماسكاتين يعني الاب الروحي بالمون ايزوران اللي تيان سي عمر تاشورت ارض الشهر حتى انت غادي حاضر ارض سليم ميري غادي حاضر ثلاثين جمع التحيه لنا سؤال اخر مسكتين لبدايه السي مصطفى بوبلزيم ما هي سير النجاح نسميتو نغد الميزه اللي ستميز مثلا بالمون ايزوران ذاك الكلمه السلام عليكم اي ايزوران وعموما السلام عليكم اي تيميتات كلهم بالنسبه السي عزيز نشكر السلطات اللي حاضرين، نشكر الاعضاء المجلس اللي حاضرين، نشكر كل شباب يمين اللي حاضرين. بالنسبه للتجربه بالمون، انه زبل 2009 الى انتكادات الاكراهات، انه اول حاجه الدعم اكود نوري لي يدرس يعني اكود نورو كليت الاهميه نوجدو تزود غيكا، اكاد لن تساهم ماديا يعني لهاد العاملات لا الحمد لله هذه المسألة الزيدة نشكر مولاي هشام الهجري نشكر عمتي إلى عمارة اللي كان مساندين رسمين بالمون دور الناس وكذا نشكر اللجنة المنظمة بالمون أنه هي الحاجة ديال السوق بالمون هذه هو رخي هي الحاجة تشقى غمدن غيتي لازم تبان أنه رخا وإني الكواليس
يعني الدراري تمحن لا تكفم تضحيات الا بنادم يضحي سوخنس الا بنادم يضحي كذا الحاج يعني بنادم الدراري تسهر راه تلوخت باش تسكد الادوار اللي بنادم اللي تصوب عند الدراري يعني لا الخدمت يعني الصغيره بنت شكاره تحيه لهم هذا سميتو يعني دغيك كانوا بني يعني زوخني نعتزل الميدان ان تعاون الدراري الشباب يعني نسلم نمش علي الدراري ان شاء الله نتمنى اتني وفق ربي باش هذا قدم الزازو قدام الدوره تيفولتين دا رسم تينا غنوا دين افوز غبوس دا نكوني كم ممكن ساكينه هيا غادي تسن تنران لارديز نبيت لارديز نقدم يعني مجهودات لا غادي تن اي حاجه ران تا هيا غادي تسن مرحبا بيك الشيخ كلمه كان يسير حسن انه مركز المؤسسه عزيز باش هذول يقدموا الاذن تينا نبيل مول ازوران مادي توفيت دي يعني ميان سير نجاح مسكتين تجريب هاد بين مون ازوران. السلام عليكم ايتي زوران وليتي من تانوت مرحبا بكم. اشكرا غندي كان مشعلات منهم سي وليد بوكزيم ولا سعيد الشامخ ولا عبد الرحيم بشتغير ولا ميت شخصيات مصطفى وصالح. اشكرا سي بوحسين بن صالح ولا العربي مشكوك على المساعدات. الا ميت شخصيات لا نغلى خافا غير هاد الشكرا. مرحبا بكم. بالنسبه ل بين مولي زولان لو فهم يمكن صعوبات وين ماشي مشكل لان الكاز نساعدنا اتشكر الدريان نتمنى صغيتي زولان تحاول اتشارك مع الخيرات ادو تفا الصعوبات من المشاركين الحاله الوحيده اللي عندها فيها هي المشاركين اتمنى الدريان تساعدنا تعاوني ويا نسنسي ويا نسنسي وشكرا لكم.